بعدين اللي تخرجت لموني أصحابي وهالية ومعارفي لموني لأني عندي مستوى ثقافي كبير في زمن اللي ثقافة متقدمة شهادات العالية فيها ذات امتياز وفخر ومجد في وطننا. إيش كيف أقدر أرجع أقول منمي مع منمي التقليديين البسطاء اللي ما يقرأ ولا يكتب إنها تفكير ملاهة توخر 60 عام اللي راح يركب تنمية عطاها عطاتني عطاء كبير مع دمنها الديار رقم 2 و3 ورقم الحيوان ونحسن ونخسر وخارج وطني متفخرا نقص 600 ونجحت فيه من لا جمم بدي جناب من وطن وين فارسكو. انا اخترت هاي المهنه بانها مهنه تواليه ورضيت الله فيها وفقت الله عليها وعادت هي المهمه عندي. بين افريقيا واوروبا فرق شنو؟ هون المزارع ما قد يتقدم بلا امكانيات، يلو كانوا عندنا امكانيات ما نمشوا عن بلدنا ياك نعيشوا. عندنا كامل ياك نعيشوا معيشه زينه وترابنا غني. قوات ريا مكملات في الريق منين يفاتن صفحوا عنده متراجمات واليوم تدناتن عدلت تابعت دراستي لين لحقت الإعدادية وعقب ارتحم والدي واخترت أنا من نفسي كلمة هنا عقب والدي وتميت تابعها وأنا الحيوان ما كان عند ولد أنا اللي عدلت وقعدته باش نشي الحيوان اللي فات حلوبته وفات وعدوا بايعين ما تلاو ما تلا رابح ربح اللبن ولا تلا غالي ملي وضع الحيوان اللي ما هو سمان ودانا نسمنو بالنسبة حسانية بالنسبة للحيوان نبيعه كامل نبيعه سمان ونبيعه ولد ونبيعه كبار ونبيعه صغار ونبيعه قلم ونبيعه بل ونبيعه بقر هذه أمور كاملة تاشرها لا مصر العمليني أتعدي البل وأتعدي البقر وأتعدي القلم لا بيصيف يو ندقي قلني أنا قست المغرب ديك الساعة أنا حوات وكنا لينجو لين نطرحوا الحوت نشوف زردان والصدر والفواكه والديوك والبقر واللبن هذا كامل كان موجود ولين خلص أرضهم أخير منها حتى أرض نحن نعدهم قداو معنا نحن نقد نعد نفس الشيء لين استرجعت جمعت في الناس هم وقلت لهم نحن يا رب ننظم ياك نقدوا عدل التغييرات ولا أنا لا يعدوا كان عدلوا أجدادنا يك ساعة اللي كانوا يحذوا لازم من السحاب تنمية تمثل 28% من الناتج الوطني الداخلي وتوظف 252 ألف منمي. نوتر أورغانيزاسيون منظمتنا تشتغل مع ياسر من نوع المنمين. عندنا منمين في أطراف الشهور الكبار، عندنا منمين في أطراف الشهور الكبار مقربين منها ياك يتموا يبيعوا اللبن واللحم والجلود وعندهم مول النشاطات التجارية. وفما مي المزارعين الموسميين اللي هما شمل التعاونيات الزراعة الموسمية ينشروا على حاجة النهر يعدلوا الزراعة وفي نفس الوقت عندهم الحيوان
وفما مولي المنمين اللي يمشوا في العزيب على مسافات طوال. هو لا ما ربحون بعض العلاج مثل اللبن نشرب منها اللبن وكيل وشراب وزبدته الواية وهذا كامل تخلي برا حتى تودي الراحة خريف كامل وتبيع وعقبه تبيع وتهدى تحلوت وتبيعها تماما ما بس في مسمحين قال يطلب راجل حد صحاش انه يقول وسخ بس صحه بموصمه تصغير تدخل تشرب نبات البزردة قد يعاون الحيوان يلين الخريف ما لا بد من شركة ولا شيوخ يلين تخلي حيوانك في زردة زبل الحيوان معلوم في التراب ما تلع عينك في شيوخ وفضل تربية الحيوان قدين نشتروا بومب بس ب 180 ألف وقية وقدين نشتروه بين اللي بعنا شمل الحيوان بقيمة مليون وقية واللي بقى شنا بيه بربع لو شمل الامتعة الأخرى اختيار لهذا الموقع اللي اخترته لعندنا الأراضي واحدة قريبة من مستشفى مغربي المدرسة سبع كيلوات منه وندير فتح عصباه يمشي ويجرب واحدة عندنا فيها من الحاجة في الدشرة نقبضه يوميا من البولو من اللحم من النعناع من الخضراء من كل شيء اللي ليه عنده قا إحنا نشتغل الدشرة بيدنا فيها نقصها يوميا ونشوف عندها القيلة هاي واحدة الثانية حيوان اللي شيبت بالنسبة لقرب من الدشرة عندنا مثل شاشته في الليل أو جاي حدنا وجه كبار ولا حد شاشته وجه الدرس ولا ودن ولا تعلم بالنسبة لنا احنا اخترنا تنقل به اللي دائما الحيوان اللي يتنقل دائما شور المرعى يعود اشبه بالحيوان يعود دائما انما واشبه كاين فونا نيد جاودي كل روي نقم بمجباته روي انقلوب كل روي تبو جباته كاين ووري Chabara susinga inak Pulone susinga inak Wanangi guri guri fodi kulani sakani Lezali gaiman iskuma anta Bled hajjal hasi jahri nuvam Tuo taqriban 600 kil ila 700 kil Mvoto taqriban 10 tayyam Nisba lalin tanimshi اولا نبوه نمشي في البواها ونخرص البيدات اللي فيهم الماء والبيدات اللي فيهم المرعى نعود لين نعود واخذ ونعود عارف البيد اللي يارتي ناخذ عليه نمر به ولين نفوت نرجع نشوف ذاك نوفى من البواها ونشوف ذاك نعود تقريبا نبدا الصنع نتنقل لا نتنقل لين نفوت نعدل اجراءاتي كامله اللازمه على مستوى وطني ونعود لين نجي لهيه نجي مولي ياك البلد لهيه نجي للحكومه لهيه تعود مولي نعتلهم مولي تواغط ونعود نعتلي بل منين يلاه نهبط تعود مهل المشي مشرعه. بالنسبه للزمن مات لكي كان زمن صعب تمشي الناس تنجم على كل حال لا ماشي عليك رعاه والله على راكب على الحيوان لكن الحمد لله الحال متوفر عندي السياره نمشي فيها شهر حيواني تفقد أحواله عقبه نرجع لموريتانيا ونرجع للأسرة تفقد أحواله وتعود هم مرحلة ماشي وجاي الحمد لله الحيوان ما يمشي حتى يمشي مع الصباح ورجل الحميس فونكاروكو كاتم ميدي 11 رينا يلرينا يلرينا اندا مينتا في التعاونية واحدين عندهم بقرة وبقرتين مش معنى الحيوان كامل إياك نعطوه الراعي واحد يعرف شيء كامل إياك نسلكم من كل حد يخلص من زر ولن يفشت الراعي يجيب الحيوان زردة إياك نقل الربيع بيتي كل ورني إندر كاميرو يومان سوكي جنيا
بالنسبة للعمالة إحنا هون موريتانيا كل اللي راعي عمالة خمسة جونا عامل شفافة ما في ما في هلمة يتطلب منه يهم يخلي عجز نقص في المراعي والحمال لا بد من المراعي لا بد أنا من هاجر بيشو أرض قد هي المراعي إذا عاشوا العصابة نقصوا العصابة إذا عاد شركة هيدي نقصوا هيدي عاشوا المال نقصوا مال يعني سرقة نقصوا سرقة. بالنسبة للحيوان فما بالنسبة للقنم جاب تقريبا أربع رعيان والخامس واحد يعود متوالي متوالي الحيوان حاضن وكامل متوالي. وبالنسبة للبقر فهم عاملين مولي دائما عودوا قابضينهم للحيوان ومولي عاملين الهلال وثمن الحاسي والله زمان قاسين شفاف قاسين مالي زيد العمال زمان حاسب ينام لهم واحد ينام وواحد واحد واحد هم الحاسي يأكل بدلو gedi gumulum kumrande na agir do bo bo holande nahna nadu alhash naqbul ashur saqiri nsemnu yakum bi'un wala nadbhun munasabat rakba gumulum qobono ogi ogi marna woni kotondi woni gaga debe nsoro wala serebe hajud de daranga la la warna nani gumbul ngi yanam ikum fakira ba ani qobo فوره السوق قاعد يبدنا 100% كل الناس والحش تنعدلو ينباع كامل العيال تقد يمشي بي يحشوا بي اللي يقف اللي يكون جا بدلوني يكون كاني كينغ بروبلم دي بالنسبه للحيوان نحن حيوان لادم معروف حيوان معروف عنده ميزه على الحيوان للقنم خاصه القنم عنده عندها ميزه على الحيوان الاخر ولين يجي الاسواق يكون يعود معروف يعود نعرف انه من الحيوان اللي هو يعود معطي له عناية وعنده سعر خاص دون الحيوان الآخر. بالنسبة لي أنا نساوي من الأعمال مع عمل الحيوان عند العمل البنائي مقاولات ارتأيت إني أنا أصلاً تخصصي تخصص جغرافي طبيعي نعرف تخطيط وعرف البلا نعرف التراب كارو التعامل معه إذا إني فكرت إني لا بد من لي ما زادوا نفقات كبر التركي وكل المشاكل لا بد من حد يعود يكمل ياخذ العجز ما قد يوفر الحال كامل يكملوا من العمل السالم وتعدل المقاولات ان شاء الله ووفقت فيها احنا مع العمل السالم. بالنسبه للمراه عندها بوتيك تبيع فيه القدحان وتبيع فيه الملاح في المخيطات وتبيع فيها الخرز وتبيع فيها Subaka alla fo de pin mi fo Subaka alla fo de pin mi fo Min mi daro تنقل الحيوان هي النقطة الأساسية للصمود والراعي تجيه المشاكل يقد يمرق منها لا بعد سنوات يقد يعدل الحيوان من جديد هذا هو اللي قاله الصمود والتنقلات الموسية مهمين حتى عندهم فائدتين الأولى هي عنها تساعد في تسهيل الموارد الطبيعية والثانية هي التبادل بين الدول الإفريقية ces échanges entre les pays africains. بالنسبة للحيوان اللي يتنقل دائما به الريضة وهذا اللي يجي دائما يجيبوا الأسواق هو سمان يقبض ياسم ياسم الفضاء اللي ما يقبض ذاك الحيوان ما يتنقل يعود دائما تعبه ولا هو مهم هو مهم عند الناس باللي ضعيف وتلقي الياسم المشاكل. بالنسبة للحيوان يتنقل دائما نجبر الأسواق اللي مهمين يعطين عناية الحيوان يشروه بسعر مهمة يعودوا أسواق أسبوعية
ونتلاقاو معاهم نعودو نجيبو لهم الحيوان ونشروه بأسعار مهمة مهمة بالنسبة لنا. Les difficultés pour les grands transhumants. مشكلة العزيم هي جبار الماء في الدول الأخرى وملي فما مشاكل تاع دار التواغد الدوان والبوليس والأمراض administrative comme la douane, la police et les maladies. L'agro-pasteur, son grand problème. مشكلة المزارع المنمي هو أنه ما يمشي لفترة طويلة. إلى نجي فترة جفاف متينة حيوان وضيع حتى. Et destitué. Et l'éleveur périurbain. والمنمي اللي في تشور مشكلته الكبيرة إنه ما يقدو يقيس الربيع. أم اللي يحش ياسر من الحش. بالنسبة لي دائما في تناقل نجبر ياسر المشاكل معانا ياسر المشاكل وقضية الماء خاصة. عودوا نجي البلدات اللي يعودوا معاليهم الماء ويعودوا البلدات اللي فيهم الماء غير يبيعوهن بسعر مانع. يعودوا حقيقة صعب علينا. بالنسبة لتناقل المولي نجبروا مشاكل مع الحرائق دائما يعودوا يكردوا حيوان ويظلمونا دائما. Edomi halama silam. Edomi halama silam. Edomi halama silam. بالنسبة للمالي مالي فترة الخريف أحسن لهم حيوان ما أحسن لهم مالي ثاني له باللي أزين ربيع إله وأقوى ويروقوا مالي دائما الماء الملوحة تراب المالحة والماء المالح معلوم بالحيوان. ما شاء الله منينكم من بين أرض من لو 100 سنة باتنا كانوا يجوهم وراك نحن نجو ما قطرينا مشكلة مع الموريتانيين بيننا معهم صداقة متينة وما فامين كنجي منو بالنسبة لي اخترت نعدل فم حاسي ساعدني صديق لي رئيس الكسر فم شيخ الكسر فم ساعدني لين أعطاني فم برزة وعدلت فيه حاسي فيه المياسر ساعدني الحمد لله في سكنة الفم بالنسبة لي وفم عندي الحمد لله علاقات جيدة مع الجوار كامل الكسور اللي فم كامل يبقوني وعندي بهم علاقات حسنة الحمد لله. الخدمات الاجتماعية لابد تحسن للرعيان وما للحيوان كيف تلي عدلنا بالنسبة للمدرسة الموسمية نقدم من يتخمون عدلوا أطباء متنقلين نقدم من يتخمون فمجيب تلبية من الخارج مش شور دول أخرى يا غير عندنا مشكلة هي عندنا بالنسبة نحن المنمين اليوم عندنا اللي كافي حاجات الوطنية من البلد ناشونال علي سي افين بون عندنا سياسه نافعه نقدروا نستغنوا عن البن الخارج المير موين بور يوتيليزي وافضل طريقه ياك نشقلوا به ذي المنطقه وهون في موريتانيا هي التنميه ما نعرفش يشبه منها بالنسبه لك الحمد لله عدتوا معايا شاركوا في رايك اللي نعطيه زايد الله تين الملك هالو اياك على النو الملك هالو اياك على النو يقود بالو الحيوان ولا بوفلو انه فيروشي ديك يقول هاي بغيتي انا وهاي عشي ديالي انا وهاي انا وما باع عيون ولا عنده ثقه ولا عنده مهمه قايد هذا عاش فيه ونماه وطاه بالو ديك بالعقبه هو له بيلو نطالو عاد ملكلو والمالو فونشوا حظو Thank you.
les éleveurs sont maintenant prêts à tirer profit de leur élevage. Mon ami est مستعدين يكسبوا نتائج متنيه. يقال قارم التشجيع لا بد ان يحسوا انهم مساعدين وان هون معاهم وانهم يمثلوا قوه محتاجه على الدوله بصفه عامه. Donc tout l'État a besoin. Quatrième ou camelette.